متابعي قناه سان فاسباريس، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقه هذه غادي نناقشوا الموضوع تاع تنصيب والي الجديد لجهه الدار البيضاء السي محمد المهدي. شنو الانتظارات تاع البيضاويين وشنو الملفات الاولى اللي خصني نكب عليها هذا الولي الجديد، خاصه ان الدار البيضاء والمغرب يعني عموما مقبل على مجموعه من الاحداث، من بين الاحداث الرياضيه اللي هي كاس افريقيا 2025 والكاس العالم 2030، وبدون شك ان الاضواء ستسلط على مدينه الدار البيضاء بصفتها العاصمه الاقتصاديه. من اجل مناقشه هذه القضيه نستضيف السي جمال فكري، اكاديمي وكاتب العام للمنتدى الديمقراطي المغربي، وايضا السي عادل فضيل، رئيس منتدى شباب 2030. سي جمال مرحبا بك. مرحبا استاذ احمد. سي فضيل مرحبا بك. مرحبا سي احمد. سي جمال، بداية بصفتك أكاديمي وأيضا فاعل جمعوي، أشنو هي الملفات اللي خاص الوالي الجديد تاع جهة الدار البيضاء ينكب عليها حاليا؟ أولا بالنسبة اللي لابد أن نتمن المجيء ديال السيد محمد مهدي كوالي لجهة الدار البيضاء سطات، هو في الحقيقة هذا المجيء ديالو عنده، أنا بالنسبة لي عنده يعني واحد المدلول كبير. أولا الدار البيضاء لابد أن نعلم أنها قبل أن تحيط بها الجهة يعني بصفة عامة أنها مغرب مصغر، فيه إكراهات، فيه مجموعة من يعني تدخلات إلى غير ذلك. الوقت اللي أنه جات ولات الجهة ديال الدار البيضاء سطات، تزادت الهموم ديال السكينة ديال هذه الجهة، عندها إكراهات كثيرة، عندها مجموعة من الأشياء اللي دقيقة. لابد أن يعني يكون الوالي الجديد بمعية الفرقاء أنهم يكونوا على قد المسؤولية. هذه المسؤولية تتطلب على أننا نحن في مغرب يعني جديد، مغرب يعني في إنجازات كبيرة، في هذا يخص الإنسان اللي عاد يجي أو الشخص اللي عاد يجي محل ديال يعني في منصب ديال الوالي ديال الدار البيضاء، خصو يكون إنسان متمكن، إنسان عارف مجموعة من الأمور اللي دقيقة جدا كما سبق أن قلت، لأن نحن نتحدث عن المدينة الذكية. إذا كيف يمكننا أن نتحدث عن مدينة ذكية في إطار واحد التصادمات احنا تلقاو العربات المجرورة؟ يعني تتصور بالنسبة لك انت شنو الحوايج اللي خاص أول حاجة يبدأ بها الوالي الجديد؟ أولا لا بد من إرساء واحد استراتيجية بمعية الجهة ديال الدار البيضاء، بحكم على أن الجهة دابا مؤخرا كانت يعني تتفعل دابا البي دي آر، البروغرام ديال ديفلوبمون ريجيونال يعني، وأنا عضو الهيئة الاستشارية ديال الجهة. إذا خصو يكون واحد التكامل، فهمتي، ما بين ما بين ما بين الجهه وما بين الولايه، وكذلك ما بين مجلس المدينه اللي عنده حط حتى هو واحد البرنامج ديالو تنشوفوه، يعني خص يكون لامباكت ديالو على يعني الجهه بصفه عامه يعني محليا وحتى في يعني الضواحي، انها خصها تكون يعني داكشي يكون اديكوا للحدث، اديكوا لهذه المدينه التي ننتظر منها. لحقاش النجاح ديال مدينه الدار البيضاء هو نجاح ديال الحكومه، انا اقول واعما اقول نجاح المجلس ديال الدار البيضاء، المجلس ديال الدار البيضاء هو رهين بين هو النجاح ديال المغرب بصفة عامة راهين بالنجاح ديال الدار البيضاء لعدة أسباب، لأن كما تفضل كما قلت على أنها نحن أمام مغرب مصغر في مدينة تتجمع مدينة الدار البيضاء والجهة ديالها. سي فضيل، نفس السؤال، ما هي الانتظارات ديالك من هذا الوالي أو الملفات الكبرى أو الملفات الأولى اللي خاص الوالي الجديد ينكب عليها حاليا؟ سي أحمد، أنا بدوري كفاعل جمعوي وكمتتبع الشأن المحلي لدى الإقليميين لا داخل جهة الدار البيضاء 16، تنشد بإيد هاد الناس اللي ربما تيروجوا على أساس أن الدار البيضاء الآن في الخط السير ديالها الحقيقي. الحمد لله هاد محمد مهدي اللي حاز على ثقة صاحب الجلالة وكان والي، وربما السيرة الذاتية معروفة عنده أنه نجح في عدة ملفات وعدة مناصب اللي شغلها من 1981 حتى الآخر منصب اللي هو دابا والي على جهة الدار البيضاء الكبرى. نجح في حسيمة، نجح في طنجة، نجح في مراكش، يعني العمل دياله هو اللي تيقول لنا شكون هو هذا محمد مهدي. المشاكل اللي كاينه في الدار البيضاء كما قال السي جمال مشاكل عديدة وكثيرة، وخصنا فعلا خص واحد التلاحم ما بين القوى السياسيه والقوى الاداريه والناس الوطنيين باش نمشيو في بهذه المدينه لواحد المجال وواحد البلاصه اللي كنتمناوها حنا كاملين كمرتبه لهذه المدينه كتستحق الكثير. وانت كتعرف بان الدار البيضاء الان هي
كما تيقولوا بالعاميه هي الروبيني الاقتصادي ديال المغرب. لا نبغي نكونوا عمليين يعني الملف اللي انت مثلا تلاقى مع الوالي غادي تجلس مع الوالي تقول له هذا الملف خصك تبدا به في الدار البيضاء. اول حاجه اللي معروفه على الدار البيضاء هو السير والجوالان. السير والجوالان والمعيقات الحقيقيه اللي كديرها هاد الشركات اللي ما لحد الان بقى ما عطاتش واحد الاكل ديالها. باقي الاكتظاظ في 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 السير والجوال كما كنقول لك، ازقه شوارع مختنقه، هاد المشكل ديال العربات المجروره، هاد العائق ديال السيركيلاسيون ديال هاد جوج المليون ديال السيارات، المشكل ديال كما كنقولوا مديونه اللي فيها هذاك الأزبال وهذاك كاين ملفات كبيرة. ولكن أنا متأكد بأن السي محمد مهيدية ملي حاز على ثقة صاحب الجلالة فهو عارف علاش جاي وعارف علاش باغي، لأننا عندنا تواريخ محدودة. كاين كما قلتي في التقديم ديالك 2025 حنا مقبلين على على كأس إفريقيا، كأس إفريقيا وكذلك مقبلين على كأس العالم، وبالتالي فالدار البيضاء خاصها من دابا تكون على صفيح ساخن مع كل المسؤولين، كل الوطنيين، كل الكازاويين، كل السياسيين، باش تكون واجده كمدينه ذكيه، كمدينه ديال القطب الاقتصادي، كمدينه تليق بالكازاويين. سي جمال فكري، يعني فاش يجي اي والي للدار البيضاء نفس الملفات كما قال السي عادل فاضل، السير والجوالان، العربات المجروره، الاحتلال الملك العمومي، يعني نفس الملفات تبقى تعاود، ولكن تمشي للوالي وتلقى نفس المشاكل. واش المشكل اننا ما عندنا الدار البيضاء ما حظوظاش بواحد الراجل اللي قوت السفينه بواحد جد وتكون عنده الكبده على الدار البيضاء، ولا ان مشكل اكبر من هذا الشيء هذا كله؟ هو في الحقيقه المشكل المتشابك في مجموعه من المسائل المتشابكه، اولها الافراز الانتخابوي اللي تيكون عندنا. هذا يمكن حتى هو ما يمكنش انه يشتغل بوحده، هو تيشتغل مع فرقاء، وكما مثلا في المجالس يعني المنتخبه هو تيدير لا استراتيجي حتى هو ديالو الى غير ذلك، ولكن تتبقى على ان المجالس المنتخبه عندها واحد اليد كبير في هاد كما تنقولوا هاد لو بارادوكس، هاد التناقض، هاد المتناقضات اللي كاينه. ما يمكنش لك انت على ان واحد افراز معين ديال بعض المقاطعات والبرلمانيين عندهم واحد ما عندهمش ديك لا نوسيون ديال يعني اقلاعيه في الاقتصاد الى غير في المنظومه ديال الاقتصاد الى غير ذلك. هنا تيتحط مشكل، شكون هو اللي غادي ينزل لينا التنزيل؟ حنا نقدر نحطوا مثلا انا كوالي نقدر نحط واحد مثلا مجموعه من القرارات، ولكن شكون تيدير التنزيل؟ اذا هنا هذا مشكل حقيقي بنيوي ما تنعرفش كيفاش انه يتعالج، يعني واش يتعالج فوقي بشكل من الاشكال، يعني واش هو مشكل دبلومات؟ واش هو مشكل يعني اراده؟ واش هو مشكل؟ اذا باش نكونوا عمليين ونزيدوا لقدام، ماكوش عندنا لغه يعني فضفاضه، تنقول انايا هو خص ضرب من حديد لكل من تسول نفسه على انه يمد يده للمال العام. هذه اولا. ثانيا بالنسبه للتسيير خصها تكون واحد المراقبه حثيثه فيما يتعلق بالوصايه اللي تديرها وزاره الداخليه في حين السلطات المحليه، حيت حنا خصنا نمشيو من التقعيد للفوق، وهي في الحقيقه ريفيرسيبل، تتمشي وتتجي، ماشي بالضروره ان نجي من الفوق ولا هذا ثابته، ولكن كاين واحد الحركيه، هذه الحركيه هي رهينه بمجموعه اولا بالاراده. ثانيا خص القانون يطبق، راه المسؤوليه بالمحاسبه، ما يمكنش يكون واحد التسيب، راه غير اداريا الا كنت احابي جهه عن اخرى، راه في الحقيقه راه تندير واحد الجنب كبير، بمعنى ان ممكن على ان تكون ضحايا اللي عندها واحد النفس وعندها واحد الرؤيه مستقبليه اقلاعيه في الاقتصاد، في التنميه الى غير ذلك، انها تنحبطوها وتنحبطوا لها العمل ديالها. اذا هاد الناس التي تعز لهم انفسهم على انهم تياديوا، هاد الناس هذو يعيقون مسارهم التنموي وافكارهم التنمويه، خصهم يا في الحقيقه واحد الرقابه معينه، واحد هذا. وشكون تيدير هاد المسائل؟ تيديروها العمال بالمنطقه بالهذا، يعني العمال خصهم في الحقيقه واحد ان سورت دو كومبليمونتاريتي، واحد تكامل، يعني خص كل عامل في المنطقه، عامل صاحب الجلاله بالمنطقه، تكون عنده هاد لا نوسيون ويحط ويضرب حتى هو بيد من الحاجه. تكون حتى واحد يعني خطه شموليه، يعني ماشي رؤيه شموليه فعلا. يعني مثلا الحوايج اللي تدار في عمليه مقاطعه الحسني خصها تدار في عمليه مقاطعه سبل المسيك وهكذا. نحن نؤمن بالخصوصيه المحليه، مثلا ما يمكنش غادي نهضر انا على مقاطعه ديال المعارف بالشكل اللي نهضر به مثلا على مقاطعه ديال سيدي المومان او سيدي عثمان اللي فيها الهراويين وفيها الى غير ذلك،
أخرى منطقة حضارية عندها واحد وضع خاص بالنسبة لهذه المناطق هذو عندهم تما وضع خاص. إذن هذه التنمية اللي تنقولوا حنا خصها تكون واحد أولا بعدا كاين مادام نتحدثوا على الدار البيضاء وجهة الدار البيضاء 16 إذن خصنا نتحدثوا بعدا كاين أولا على العدالة المجالية. كيف يعقل على أننا نتحدث مثلا في البي دي آر في البرنامج مثلا غير ديال الجهة برنامج الجهة واحد الغيبغيك تتهضر تتقول لك على اننا خصنا ننميو الطبقه المتوسطه داخل يعني الجهات الضواحي ديال الدار البيضاء. يعني هو كلام جميل جدا ولكن باي رؤيه وباي استراتيجيه وباي يعني واقع اللي يمكن لنا نديرو مادام حنا الطبقه المتوسطه ما كاينش حتى في المدن الحضاريه الكبرى اللي كميتروبول الدار البيضاء. العداله المجاليه الاستفاضيه هي اللي مشكله على مستوى جهه الدار البيضاء. دائما يتم التركيز على الدار البيضاء ولكن الجهه ما فيهاش الدار البيضاء، راه فيها ازمور، فيها سطات، فيها برشيد، فيها المناطق المحيطيه بهذه المدن اللي هي ما تتسلطش على الاضواء. وشحال الوقت بان العداله المجاليه يتم التنزيل ديالها على ارض الواقع؟ والعداله المجاليه دائما مطلوبه ودائما انكنا كنقولوها على مستوى هاد 16 مقاطعات. كما كنا كنشيروا لها دائما الخصوصيه ديال عماله مولاي رشيد راه ماشي هي الخصوصيه ديال عماله انفا، ماشي هي الخصوصيه ديال المقاطعات والاختلافات ديالهم. كنشوفوا بعض المرات كتسير مقاطعه بنفس المنحه ديال مقاطعه اخرى اللي ربما الاخرى غير ما واخا على مستوى الجهات الدار على مستوى الجهه مطلوب هاد العداله الاجتماعيه. يعني دابا نعطيو غير مثال واحد مدينه ازمور، يعني ازمور مدينه وكانها يعني في العقود الغابره ولكن اللي تم اضافها للجهه الدار البيضاء خاصها تستافد وتنقولوا حتى ديك المردوديه ديال الجهه ان الجهه كتستافد من الموارد ديالها وتيتم دوك الموارد اعادتها وانتاجها باش تسقط على الساكنه باش يبان الوقع ديالها. كنعاود نقول واحد المساله اللي ما بغيتهاش تفوتني في هذا المجال هو كما كان عام هذا وكانوا الناس يرتقبون خاص انسان اللي يكون حازم وانسان اللي يكون ما غاديش يبقى كيدير ليونه خاص يكون حازم. وكان مطالبه يا السي يعقوبي لان كلشي كان كيمشي للرباط كيجي كيلقى عالم اخر بلا ما نمشيو حنا لازمور في الدار البيضاء عير ما بين فلوطوروت كتمشي للرباط يعني الرباط دات واحد القفزه نوعيه قفزه نوعيه على الخضراء سيرسوا على كلشي البنيه التحتيه لهذا المجال ديال الترام كلشي. ولكن حنا في الدار البيضاء بقينا دائما واقفين كنلقاو بان كلشي كان كيقول لولا كان لكون كان عندنا السي يعقوبي او ام هيديه لان هاد الاسماء كانوا مطلوبين من الاول كانوا معروفين ولو اننا درنا واحد الاقلاع على الاقل شي ملي كيكون انسان تيدور في الدار البيضاء بواحد الاريحيه بواحد النفسيه ماشي بحال واحد كيخرج من الصباح ما عارفش معاش غيرجع وانت عارفش المشكل اللي كيكون في ما بين الطاكسيات النقل عائق. هاد الشيء ديال السير والجولان ديال الازقه اليوم كتلقاها كدوز غدا كتلقاها انتيردي انسان ما لقيش المتنفس الحقيقي ديالو. صاحب الجلاله نصر الله في 2013 قال بان راه الدار البيضاء خاصها شي حاجه وكانت هذيك المشكل ديال بوليسيون هذاك التلوث كان واصل لواحد لاكام اللي ما تقدرش انت راسك كيضرك ما كتعرفوش منين ملي كتقول واحد راه ناتج على التلوث. هنا كنقولوا خاص السياسي والاقتصادي والجمعاوي والاداري وجميع الفاعلين خاصهم يديروا واحد الخطه استراتيجيه لان مقبلين على تواريخ مضبوطه يا اما نكون او لا نكون. شارع الدار البيضاء متوقفه بزاف يعني كاين دابا خطوط تاع الترام باقي الباصوايا هو تيدور غير بوحدو ما عرفناش يمشي غير ينطلق المسرح الكبير باقي هو ما دشنش يعني مجموعه من المشاريع اللي استفاد فيها اموال ضخمه وباقي الان ما البيضاويين لم يستفيدوا منها. تتشوف ان هذا الولي هذا قادر انه يحرك هذه المشاريع في اقرب وقت؟ حنا تنتمناو ليه الخير فهمتي تنتمناو ليه الخير علاش؟ ما نقولوش على واش قادر ولا ما قادرش هذا تيثبتوا الايام يعني الاتيه هي اللي تثبتوا لكن انا كنت مع واحد التوجه كان تنعتبره جميل لقيت اللي كانوا تيجيبوا لنا مجموعه من الناس اللي اختصاصيين في الماليه والاختصاصيين في البون اي شوسي ديال فرنسا وشنا مجموعه من اللي كاليبرات اللي كانوا جاوا كانوا ولات ومن بعد كانوا وزراء او كانوا وزراء ولا ولات بمعنى ان كانت يعني تنفهم الجديد ديال السلطه اللي عكسوا المجيء ديال الملك محمد السادس فجاء
يعني كانت حتى الاراده بيناتو. حنا تنعقلوا على انه في لا ترانزيسيون ديال فاش حيد المرحوم البصري يعني جا من وراه جيست ابري جا الميداوي الرجل ديال 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 الماليه، بمعنى اننا حنا هذا النوع من التخصصات اللي عندها واحد هذا كاين. حنا مثلا تيريتوار ايفيل ومثلا هذا البون اي شوسي ديال هذا مجموعه من 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 الجامعات والمراكز العلميه الغربيه اللي تتعطيك مباشره الليدر اللي غادي يجي ويكون الليدر وغادي يكون يعني عنده واحد لامباكت قوي واعد المنطقه اللي غادي يحكمها. حنا هذاك الليدر هو فينا هذا هو حنا ما غاديش نقولوا ما كاينينش، راه كاينين كوادر حتى في العمالات وفي الولايه نفسها، ولكن بعض المرات ما تتعرفش شكون هو اللي تيبروبوزي. بمعنى حنا علاش نهضروا قبيله على راه المسؤوليه المحاسبه، راه راه المسؤوليه المحاسبه راه ما غاديش نجي ونقولوا انا عندي منظور خاص متواضع تنقول انا راه المسؤوليه المحاسبه، واحد عادي يجي ماشي نحاسبه هو، نحاسب شكون اللي جابو. الا ما درناش هاد لا ترانزيتيفيتي في التعدي، هاد العلاقه التعدي الرياضيه ما عمرنا ما نجحوا. انا جات واحد جا دار لينا دي فخود اللي خطيره، اذا شكون هو اللي جابونا ولا نتحملوا المسؤوليه؟ ما نحاش نحملوا المسؤوليه، هو راه كان جابوا واحد كلشي. اذا حد لو تويو واللي كانوا اللي تيجيو منهم المسؤولين خصهم يجيب واحد اللي كانوا اللي فيهم واحد النزاهه وفيهم واحد الاعتبار اللي هو علمي وكذلك الكفاءة المهنية. بدون هذا الشيء ما يمكنش على انك انك تنجح. ما تنشوفش بان التجربة كما قلتي انت ان يعني السيد خد تجربة في طنجة، خد تجربة في يعني الحسيمة، غتفيدوا على مستوى مدينة الدار البيضاء. دابا مدينة الدار البيضاء حنا تنعرفوا العائق الوحيد ديالها هو توقف الاشغال او عدم الاستمرار ديالها وتعطى ديك المشاريع الكبرى في التوقيت ديالها. كما عارفين حنا كل شركه كتاخذ على شركه اخرى وكندخلوا في هذه المحادثات المتاهه ديال ان توقف الاشغال وكنبقاو دائما واقفين. الحمد لله اللي كاينه 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 كطمئنان ديال الساكنه البيضاويه او المتتبعين للشان المحلي او للشان الاقتصادي ولا للشان التدبير ديال الدار البيضاء، تيعرفوا بان محمد مهيديه كان مدير جهوي ديال وزاره الاشغال، كان رجل اللي تيمشي لي شونتي بيديه وتيوقف عليها وتيوجه لانه عارف اش كيدير، وخريج ديال المدارس ديال القناطير وحنا عارفين هذه المسائل كامله في لا في السيره الذاتيه ديالو. اذا الى تمت هاد لي سويفي ديال هاد بهاد المقومات اللي تنقول لك كما باشرها في طنجه كما باشر مع التفاعل ديال رؤساء المقاطعات العمال الناس المسؤولين والناس اللي عندهم هاد المشاريع باش ينوضوا ويكونوا كيد واحده، كنظن ان غيكونوا مشاكل. اما الى مشينا في المجال ديال اننا نمشيو باش نشتغلوا اكيد غتكون النتيجه طيبه. البعض تيقول ان يعني تعول على واحد الشخص يعني وهي فكره حالمه، خاص يكون يعني كما قلت الاستاذ في الاول نكون واحد ستاف وتكون واحد الاستمراريه تاع الاداره، يعني ما يكونش دائما نعولوا على واحد السيد هو اللي غيحل لنا المشاكل هو اللي غادي يلقى العصا تاع سيدنا موسى. فعلا استاذ هذا يعني سؤالك او الجواب راك تجاوب على انه جواب تري تري بيرتينون بالنسبه ليا، حقاش هذيك لا فيزيون ايتوبيك وايدياليست الحالمه راه هي اللي تخسر لنا مجموعه من الاشياء. حنا ما كاينش شي واحد يشتغل بوحدو، راه قبيله هضرنا على ان كاين والي ولكن كان خصو ان ستاف. ستاف اللي يمكن يدير داك الشيء خصو يكون مؤهل علميا وبالنزاهه، جوج الحوايج با بلوس، تكون نزاهه ويكون عنده الدرايه بالملفات الشائكه. نعطيك مثال، الا استطاع لنا الوالي غير في اطار التنظيم فيما يتعلق غير بالسير العادي ديال الدار البيضاء ما يكونش فيها هاد لوكا وهاد لانارشي هاد عدم النظام هاد الفوضى يعني اللي كاينه، غير تكون تنستطع ان نقول لك انا لانه ينجح. لحقاش غير بالنظام نعرفوا على اننا حنا منظمين غير في السير، حيت تعقل السير تعقل التنميه ما يمكنش، لا يمكن البتة على انك تتهاون في هذه المسائل. مساله اخرى ديال لي باركينغ في الدار البيضاء، كيف يعقل انت تجيب لنا الباسواي تجيب لنا التراموي تجيب لنا وما عندكش اون فيزيون خاصه فيما يتعلق بالباركينغ في الدار البيضاء؟ تيجي بنادم على قبل باش انه يجي جوج دقائق تيدور ساعه وتيقلب مثلا لي زارتيغ اللي كاينين هذا في نيت في الميتروبول ديال الدار البيضاء. يعني بغيتي تمشي للمحكمه خصك تقعد ما عندكش فين في الباركين، يعني مجموعه من الاشياء يعني غاره تاع قسمين تدير فيها تاع السوع ما يمكنش. اذا هذه مساله خصنا ننتبهوا ليها، فهمتي؟ مثلا ملي تنجيو تنعطيو واحد المقاوله معينه على ان دير واحد البنايات وكذا وكذا في هذا حقوها في اطار واحد البرامج معينه اغنيه عليك،
لزم عليه على انه يكون دير واحد يعني جرادي واحد ما يمكنش انك دير لنا الضرب اذا كسيمه كل فين ما تدور تلقى السيمه يعني ما فيهاش هذا حتى داك لاسبي توريستيك ما كاينش الدار البيضاء راه فيها معالم ديال السكن الاستفاضي على الرباط دات واحد القفزه على المساعده الخضراء سي نورمال علاش حقاش دابا هو كانت في حقيقه قبل من السيد يعقوبي انا جيت متتبع لما يتعلق بالرباط وكذلك بطنجه هو الخدمه ديالو كانت في طنجه والله العظيم انا واحد مره كنت جيت من طريفه يعني غير في الدخول تسحب راسك راك باقي في يعقوب باقي تسحب راسك باقي في 2019 تسحب راسك لانك باقي في اسبانيا شيء جميل اذا حنا بغينا بحد لي كاليبر على انه يكون عندهم لا فيزيون وما ديروش لنا الدار البيضاء مخنوقه اما دير الجرادي دير الحاجه تجيب البهجه راه قال لك ما اضيق العيش ولا فسحه الامل يعطي الناس واحد الامل على ان راه كاين واحد غد زوين وماشي هما تيشوفوا غير الخيب 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 ما يمكنش خاصه تكون عندنا هذا تجيب راه الناس برا في النرويج مثلا في التجربه ديال النرويج فهمتي راه اول دوله في السعاده في الدنمارك فهمتي والنرويج الدوله في السعاده الناس تهضر على مؤشر السعاده باش في دي روا اصلا المشكل المادي ما تيهضروش عليه بزاف ولكن تتلقى على ان الاسره تتخرج كل جوده الحياه الدار البيضاء حنا ما عندناش حنايا الدار البيضاء كانها بلاصه لي توريستيك اي مدينه تدخل ليها تلقى واحد واخا تكون بسيطه تلقاو شي حاجه معالم ديال السياحه الى غير ديك الدار البيضاء لا اذا حنا حتى هذه القضيه ديال السياحه وكذلك هذه الشراء ديالنا علاش اسيدي الزموا على لي زونتربرونور اللي غادي يجيو بغي ياخذ على انه يدير واحد المشروع كبير واللي هو مربح بالنسبه ليه يدير لنا واحد مسائل ديال المنفعه العامه للبلاد ماشي سي با وهادشي راه سالبي العمل في جميع البلدان سي فاضل انني نفترض واحد السيناريو انك انت الوالي سي مهديه وجه لي وجه معاه يعني في رساله فجمله ولا جملتين بغيتي تقول لهاد الوالي اش تقول ليه نقول السيد الوالي اول حاجه هو اللي كنتفقوا عليه ملي كنديروا الشرايين ديال الحياه كامله كما كنعرفوا هما السير والجوال المشكل والعائق واللي كيترتب عليه جميع المشاكل في الدار البيضاء هو هاد الاختناق اللي كاين لا حيت مشكل كبير ما حنا تنحسوا به وتنعرفوا ما كاينش اللي كيبغي يركبك ولا يوصلك كمريض شي تكون غادي مريض غادي للسبيطار غادي تقدر تكون طرا لك مشكل انت تهمك السير والجولان سي جمال فكري نفس وجه اللي وجه مع الوالي اشنا هي الحوايج اللي تقول لي في جمله او جملتين نضم لنا مدينه الدار البيضاء والاوراش يعني على الاقل حنا راه مقبلين على مجموعه من يعني التنظيمات اللي غادي نديروها كاس افريقيا كاس العالم خصنا نكونوا اديكوال للحدث باش نكونوا اديكوال للحدث ونكونوا هذا خص من الان راه حنا فاتحين الحال انا تنعتبر فاتحين الحال على ان على الاقل تحيد الاختناق الدائر ديال الدار البيضاء والاوراش اللي كانت هذا ضرب ميد من الحديد حنا راه عندنا دي زارتيغ اللي ناعسين في التراموي ناعسين اذا واش غنعطي لواحد انايا انه يدير لينا الاختناق بهذا الشكل هذا هو رابح اذا في اطار سيدي وين رابح ما عندنا مشكل ولكن الامور تكون بالقواعد ديالها وتكون منظمه يحيد لنا يدير لنا النظام سيدي الوالي ندير لنا النظام ويشغل فعلا يامر يعني التراتبيه ديالو اللي عنده مع العمال ديال المقاطعات اللي تابعين ليها على انها تكون يفعلوا المسؤوليه ديال الوصايه عندنا الوصايه تكون بشكل يعني واقعي وشيرة حقيقي وشيرة ما يبقاش حنا في هذا سميتو علينا حقاش الوصايه اللي تتمارسها الداخلية على الجماعات على المقاطعات والجماعات يعني أنها خصها تفعل بالشكل ديالها السليم وإلا راه معمرة ما نزيدو لقدام. أستاذ أحمد قبل ما تختم بغيت نقول لك واحد الكلمة قلتيها مزيان كل يتساءل في مدينة الدار البيضاء عندنا مشروع ديال الباس واي ولحدود الساعة شهر ونص ولا شهرين وحنا في التجربة واش هاد الاختيار ديال الباس واي ناجح ولا ما ناجحش لأنه ملي كيبقى عا كيدور وشاد لك واحد الحيز من الطريق وهو كيقول لك في اطار التجربه هذا تيبين لك بان ربما كاينه شي حاجه لا تبشر بخير في هذا المجال ديال حنا نكونوا حنا نتفائلوا خيرا سي فاضل شكرا جزيلا على قبول الدعوه سي فكري شكرا جزيلا على قبول الدعوه متتبعي قناه الفاسبريس الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي